أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات Ask FM، هذا البرنامج الذي يأتيكم من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد وعبر أثير فجر FM، ويأتيكم برعاية كيندا ماركت. شاهد إخوان، هذا البرنامج في هذا اليوم سنتطرق إلى موضوع هام. هذا الموضوع هو موضوع الحب قبل الزواج، وأنا اخترت هذا الموضوع لهذا اليوم بالذات اللي هو 14/2، ما يتعارف عليه الناس في أعراف الآن موجودة عند البعض للأسف الشديد بما يسمونه عيد الحب. هذه العادة التي جاءتنا من خارج تعاليم ديننا ومن خارج عاداتنا وعرافنا، هذه العادة التي جاءت من أجل أن تحيي فكرة العلاقة ما بين الشاب والفتاة، لكن ليس من منظورها الإسلامي ولا من منظورها المجتمعي للأسف الشديد. هناك بعض الأفكار التي أصبحت تتسلل إلى عقول شبابنا وبناتنا في موضوع الحب والعواطف، وأنا لست هنا بصدد أن أتحدث عن صدق العواطف أو عدم صدقها، هل هو هناك في وفاء أم هناك خيانة، هل هناك في عواطف حقيقية أم هناك في تسلية ولهو يعني نتلهى ببعضنا البعض. ليس هذا هو الموضوع الذي أنا يعني هو صلب حديثي، لأنه أنا بفترض أنه في كثير من الشباب قد يكون في توجه في عواطف صادق، قد يكون في توجه وعواطف مخلص، وهو يبحث عن شريك الحياة، لكن أحيانا النية الصادقة والنية الصافية لا تكفي. الأسلوب، نحن نتحدث عن الأسلوب، هل الأسلوب بإقامة العلاقة ما قبل الزواج في من التعارف والحب والعواطف وكلام الغزل وكلام التعارف وسواء اللقاءات في العالم الواقعي أم في عالم الافتراضي على الفيسبوك وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، هل هذا أمر مقبول وهل هذا من ديننا؟ لذلك أنا أحببت أن أطرح في هذا الموضوع في هذا اليوم، هي فكرة الحب قبل الزواج. هل يعني هذا الحب قبل الزواج هو فكرة صائبة؟ هل هي فكرة جيدة؟ هل الحب قبل الزواج هو فكرة إيجابية تتماشى مع ظروف العصر؟ هل هي فكرة تتعارض مع الشريعة أم لا تتعارض مع الشريعة؟ هل يمكن ضبطها ولا يمكن ضبطها؟ طب شو الإيجابيات التي تدفع الشباب والأمور تدفع الشباب للجوء إلى مثل هذه الطرق من التعارف اللي هو موضوع العواطف والحب ما قبل الزواج؟ وما هي السلبيات المنتظرة أو المتوقعة أو التي تنتج عنها تنتج عن مثل هذه اللقاءات ومثل هذا التعارف ومثل هذه العواطف؟ ما أثر هذه العلاقة اللي الحب قبل الزواج أو التعارف قبل الزواج، وإن كان البعض اعترض على هذا المسمى، لكن احنا وصفنا واقعا ولم نقرر واقعا. هل هذه لها علاقة وأثر على استقرار الزواج ونجاح الحياة الزوجية؟ يعني هناك من يطرح أن الحب قبل الزواج إنما هو يؤدي إلى مزيد من التعارف ومزيد من الاقتناع، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الاطمئنان والسكينة والاستقرار واستمرار الحياة الزوجية ما بعد الزواج. وهناك من يطرح لأن هذه هي بذور شك، هذه قد تقذف هناك أسباب معينة تجعل الاختيار فيها ليس سليما، فهذا سيؤدي التعارف والعلاقات ما قبل الزواج ستؤدي إلى فشل في الغالب، فشل العلاقة ما بعد الزواج. عشان هيك عن هذه النقاشات الكثيرة وهذا اللبس في المفاهيم في مثل هذه القضايا هي التي دفعنا أنه نحن نطرح هذا الموضوع وبالذات في هذا اليوم، لأنه كثير من الناس اليوم وخصوصا الناس اللي يعني بيسموهم بين قوسين الحبيبة أو اللي عاملين علاقات مع بعض وبيقابلوا بعض أو بيراسلوا بعض، واليوم يعني يوم الدببة ويوم الورود ويوم الهدايا اللي بده يعبر عن لصاحبته أنه عن حبه إلها، ولا اللي بتتعبر لصاحبها عن حبه إله بيستغلوا مثل هذا اليوم حتى يرسلوا. إحنا بدنا نتحدث أنه هذه العلاقة وهذا الحب اللي بيحكوا في آخرته وين، هل هو فقط للتسلية وبعدين لما نيجي لمرحلة من المراحل عند اختيار الزوج الحقيقي أو الزوجة الحقيقية نبتعد عن مثل هذا الخيار ونبحث في اتجاه آخر،
أم أن هذه فعلا عند بعض الناس هي بداية الطريق للشراكة ما بين هذا الشاب وهذه الفتاة حتى يستمروا بعدها ويعقدوا القران ثم يستمر الزواج؟ هذا الكلام احنا بدنا ندور الحديث عليه بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم. احنا طرحنا سؤال على صفحات الفيسبوك في موضوع الحب أو التعارف قبل الزواج، وطرحنا انه هذا الموضوع احنا بدنا اياه ونشوف شو ايجابيات وشو سلبيات وشو اثره على استقرار الحياة الزوجية. كان هناك عندنا يعني كثير من التعليقات، وحقيقة انا بجوز هذه من الحلقات القليلة اللي بذلت مجهود كبير حتى يعني استطيع اني انتقي العشر تعليقات اللي انا بنتقيها دائما، لانه تقريبا اغلب التعليقات ان لم يكن كلها كانت تعليقات رائعة، تعليقات فيها مادة، تعليقات في الصميم، تعليقات لها دور كبير في التأثير، وفيها عمق وفيها مادة يمكن أن تطرح، لكن احنا لا نستطيع في هذا البرنامج نستوعب كل التعليقات. أنا عشان هيك حاولت أني يعني مرة أكثر من مرة رجعت على التعليقات وقرأتها، فأخذت يعني أكثر عشرة منها شمولية للموضوع، وحابين نطرحها ونسمعها مع بعض ونشوف التعليقات. الأخ أبو ضياء الكرمي بيعلق بقول بوجه كلامه إلنا في البرنامج والقائمين عليه، بقول: تتركون هم أمة الإسلام وتتحدثون بإلهيات الحب، بألهيات جمع له يعني، بألهيات الحب والهيام، وأمة الإسلام تذبح من الوريد إلى الوريد، يعب داووا جراح الأمة وأسقامها لتنهض من جديد، فشباب الأمة حينها لا هم لهم إلا الجنة وحور عينها وإرضاء ربهم، ولا يكونوا عبيدا لشهواته وأهوائهم. أنا أشكر أخ ضياء على حركته حقيقة وحرصه على واقع مجتمعنا واقع أمتنا، وإحنا كلنا يا أخ ضياء وكل الإخوة المشاهدين هذا البرنامج فكرته أصلا هو يعني خطوة نحو التغيير من أجل أن ننقذ أنفسنا وننقذ مجتمعنا مما نحن فيه، نحاول نغير بالاتجاه الإيجابي ونحاول نصلح ما هو يعني فاسد أو قد يفسد فيما بين الناس وفي سلوك الناس وأخلاق الناس، نحاول أن نعبر سويا ومعا إلى شط الأمان بما نستطيع. لذلك أكثر تركيزنا على المجتمع وخصوصا فيه على الشباب. إحنا يعني لا نترك هم الأمة، وإنما مواضيعنا هذه هي من هم الأمة. أنا أدعي أن موضوع الحب قبل الزواج هو من أكبر هموم الأمة الآن، لأنه هو يفسد شبابنا ويفسد بناتنا. هذا الموضوع قاعد بأخذ عقولهم بأخذ اهتماماتهم، لابد أن نوعي الشباب ونوعي الفتيات على حقيقة هذا الشعور وحقيقة هذه الفكرة وحقيقة هذا العرف والسلوك اللي يعني يتجه إليه كثير من شبابنا للأسف الشديد. نحن لا نقر مثل هذا السلوك، وإنما نطرح ونوصف هذا السلوك حتى نحذر منه أو حتى ننبه على سلبياته لنبعد شبابنا عن الوقوع في مثل هذه القضايا التي قد تفسد عليهم دينهم أو أخلاقهم أو سلوكهم وبالتالي تفسد مجتمعهم. إذن هي خطوة من أجل بناء شبابنا، خطوة من أجل توجيه شبابنا، خطوة من أجل إصلاح هذا الطريق والنهوض بهذه الأمة إطلاقا. ليست القضية بعيدا عن هذا يا إخوة، إحنا نحط رأسنا بالتراب وظلنا نحكي بشعارات فضفاضة يعني جميل جدا، الإسلام والإسلام شريعة هذا الدين، الإسلام هو الحل، الإسلام الرجوع إلى الدين هو الذي فيه صلاحنا. هذا كلام جميل ورائع جدا لا يختلف عليه اثنان من العقلاء الذين يعتقدون بهذا الدين، لكن المشكلة هو التطبيق العملي. كيف نأخذ بيد الناس من أجل أن ننقلهم من واقعهم الذي يعيشون فيه ببعض المفاهيم البعيدة عن الإسلام لنقول هذه هي الطريق وطريق الدين وطريق الإسلام؟ هذه من أهم القضايا، ولا إحنا كيف بدنا ننقذ الشباب اللي بينا؟ فشباب الأمة حينها لا هم لهم إلا الجنة، كيف يصلوا إلى هذه المرحلة إن لم نوجههم بالاتجاه الصحيح ونحذرهم من الطرق غير الصحيحة؟ الأخ نزار أحمد محفوظ بعلق بقول: الحب الحقيقي هو الذي يفضي لبناء أسرة ويستمر ذلك الحب، أما التقليد الأعمى لقصة حب قرأناها أو شاهدناها على الشاشة في مجتمعنا قد يدمر الفتاة حين لا تتزوج منه لأنه حلم، وقد يدمر الشاب إن تزوج بأخرى. أعتقد الحب الحقيقي بعد الزواج ضمن أسرة شرعية دون أن يشك في ماضيها. يعني كلام الأخ نزار كثير رائع كثير جميل، إنه إحنا المشكلة عندنا يا إخوة يا أخوات هو ما غرس في عقلنا الباطن.
احنا كنا كل يوم قاعد في عقلنا الباطن بنغرس مفاهيم خاطئه وبعض التصورات وبعض الافكار اللي اصبحت عندنا مسلمات. للاسف الشديد لما تقعد البنت قدام المسلسل التركي ويقعد الشاب قدام الفيلم الاجنبي او الفيلم العربي ويحضر هذا الفيلم او هذا المسلسل ويسمع مثل هذا الكلام ومثل هذه القصص التي تدفعهم الى التعاطف مع قصه الحب الى تكبير وتضخيم مثل هذه العواطف وكانها عواطف حقيقيه صادقه لا يمكن لا غبار عليها وكان هذا السلوك هو الطبيعي. عندما يتعاطف مع بنت ممكن تنتحر لانها ما اخذت حبيبها، عندما تتعاطف مع شاب يمكن ان يهرب مع فتاه تمردا على الاسره التي لم تسمح بزواجهم، عندما يجعل هناك علو لمفهوم العلاقه ما قبل الزواج وتضخيمها وتجميلها في عيون فتياتنا وعيون شبابنا، علاقة العواطف والغزل والرسائل والاتصالات والخروج والشرو والمقابلة في هذا النادي ولا في هذا المقهى ولا في هذا الكافي شوب إلى آخره. هذه القضايا كلها يعني خطيرة جدا، تغرس في عقولنا استمراء واستقبال وموافقة لمثل هذه التصرفات، فهذا بيغرس في الأذهان. فلذلك أصبحنا نسمع كثير من شبابنا أو بناتنا تقول إيه وفي لسه حدا بيتجوز إلا عن حب، الآن إحنا بدنا نضلنا زي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، الواحد ما بيشوف مرته إلا يوم العرس، لا إحنا الآن اتطورنا، إحنا ناشي هذا الرجعية وهذا التخلف، إحنا نريد أن يكون الزواج عن حب وعن اقتناع وعن معرفة. هذا المدخل اللي ممكن في كلام معسول في الخارج لكن في حقيقته هو يخرب على كثير من الأمور وفي سلبيات عظيمة جدا نتغافل عنها، رح نحكي عنها كمان شوي. لذلك إحنا للأسف الشديد إنه ليس الحب هو تقليد أعمى وليست قصة في سيناريو في مسلسل يمكن أو رواية قرأناها ولا مسلسل شفناه اللي بده يفهمنا مثل هذه العلاقة، العلاقة أسمى وأقوى وأعظم من مثل هذا الموضوع اللي ممكن احنا نشوفها. الأخت أمونة بتقول أنا مع فكرة التعارف قبل الزواج لنية الزواج، بس لما يكون الشاب دارس نفسه قدراته على فتح بيته مستقبل ويختار البنت اللي بده يحكي معها ويتعرف عليها من جميع نواحي حياتها، بناء على ذلك يضعوا حدود لعلاقتهم وصداقتهم حتى تنال على احترام أو رضا الطرفين. بالنسبة لتجربتي كانت موفقة والحمد لله، الله يتمم للجميع خير. الله يتمم للجميع خير أولا، يعني احنا لا ندعو إلا بذلك. الأمر الثاني اللي لازم احنا نفهمه انه القضية قضية حساسة وقضية خطيرة، انه احنا نقول انه الشاب لما يوصل لمرحلة انه قادر، مين ما كل شاب يفكر انه قادر، وبعدين تعال نسأل حالنا، يعني هسه لما نروح على الجامعة كل هالعلاقات اللي في الجامعة كل هالشباب اللي جات قادري وعاد عارف ترفع بيت تفتح بيت وعارف شو بدها، والان هي وصلت لمرحلة ان تختار شريكة العمر او شريك العمر بحيث انه بده يدور عليها ويقعد وياها عشان يتعارفوا وياها، طب يعني هذا اللي ممكن سنة رابعة يعني ممكن اتصوره مع انه غير مقبول. طب وبسنة اولى الاخ من سنة اولى بلش هو بقدرته بده يفكر لبعد 4-5 سنين كيف بده يتجوز، فمن الان بده يبحث عن شريكة العمر. هذا الكلام فيه تلبيس من ابليس لعقولنا بحيث انه احنا نذهب بالاتجاه نجاح تجربة، اسال الله عز وجل هذه الاخت ان تنجح يعني في زواجها، لا يعني دائما نقول انه في فشل للزواج، لكن هذه الحاله ليست نموذجا يمكن ان نقاس عليه. اذا هي كانت نموذج ناجح انا عندي عشرات النماذج اللي فيها مآسي واحباطات وتحطيم للنفسيات، وكم السؤال كم نسبه الذين تنتهي علاقتهم في مثل هذه العلاقه بالزواج، اسالوا شبابنا وهم بجاوبكم. الاخ محمد بسام بعلق بقول اظن انا اي علاقه بين اي اثنين قبل الزواج سيؤثر سلبا على العلاقه بعد الزواج، لان اي علاقه قبل الزواج ستدخل الشك بين الزوجين بعد الزواج. ولو افترضنا ان العلاقه بين الاثنين لم يكتب لها التوفيق ماذا تفعل الفتاه؟ تجرب شخص اخر؟ اظن ان هذا هراء لان اخواتنا ليست حقول تجارب لشباب وبالعكس وشكرا. يعني حط شغلتين مهمه، انه هو يخشى انه ما بعد الزواج يكون مبني على الشك، بقول هذه اللي عرفتني وتمردت على ابوها وجت قعدت معي قبل الزواج، ممكن انا بعدها ما عجبهاش بعد ما نتجوز ولا يطلع براسه ايش تروح تعمل علاقه مع ثاني، او هي بصير تفكر انه هو ممكن يعمل علاقه. هذا اذا الشيطان ممكن يستغل هذه النقطه. الامر الثاني انه هو افترض انه بقول طيب هي بدها تتزوج هو بده يتزوج، طب لنفرض انه هذا الشاب يعني ما اخذها او ما انكتب لها التوفيق او شافته مش مناسب، تروح تبحث عن واحد تقعد معه بعد. لذلك بتلاقي بعض الشباب كل شهرين ثلاثه بقعد له مع واحده لانه الاخ
بدور على واحدة ومش عاجبته هاي ومش عاجبته هذيك وهاي مش توافقه هو إياه, فبضله يتنقل من هون هون, هو في الحقيقة يتبع أهواءه للأسف الشديد. الأخ عدي زهرة بقول السؤال صعب بس الحقيقة ما في إشي اسمه حب للفقراء لأنه على الفاضي ما بقدر يعمل إشي, أما اللي معاه مصاري ممكن يحبه يتزوج. أنا بقول إنه العلاقة قبل الزواج خارج نطاق المجتمع والبعد الشرعي هي غير مقبولة للفقير والغني, لكن اللي احنا بقول انه الفقير الذي لا يستطيع ان يفتح بيت يعني ليس عنده القدرة المادية لفتح البيت, هذا التعارف بالنسبة له او اقامة العلاقة بالنسبة له دمار لنفسه دمار للشريك الاخر, لانه يعني السؤال الذي يطرح ما هي نهاية هذه العلاقة, الى اين ممكن ان تستمر هذه العلاقة. زي ما قلت الشاب اللي بسنة اولى في الجامعة ولا الان طالع لنا النهفات اللي بالمدارس اللي بالثانوي, الاخ لما يبقى صف اول ثانوي وقال ايش بحب, ولا البنت تبقى بالصف العاشر وقال ايش بتحب. طب شو يعني ونهاية الحب شو هاي؟ يعني ظلنا 4-5-6 سنين وإحنا نودي رسائل ونودي ورود ونودي دببة ونودي جاتو وهابي بيرثي وهابي فالنتاين وحبيبي وبحبك ومش يعني كلام حقيقة بخوف وكلام فيه استهتار للشخصيات والنفسيات وفيه عدم وعي وانجرار وراء عواطفنا. السؤال دائما اللي نطرحه إلى أين وما هي النتيجة وإلى أين نريد أن نصل لما الأخ يكون غير قادر. طب المطلوب أنت يعني معلك هذه البنت حتى تكبر, طب افرض بعد سنة 2-3-4 ما قدرتش, طب انت افرض لما يصير انت 30 سنة وهي بدها تصير عمرها 29 سنة لانه غالبا كل عمر متقارب مثل هذه العلاقات, طيب انت بال 30 سنة ايه شفتها كبرت تروح تدور على غيرها ممكن تاخذ غيرها, طب شو بدك شو عملت في مثل هذه اللي انت خليتها. اذا الامور قضية يعني خطيرة جدا. احنا بنقول اللي معاه قدرة مادية انه يتزوج فليبحث عن موضوع الزواج ويسلك الطرق الحقيقية الشرعية التي فيها فائدة ولا يسلك مثل هذه الطرق. خليل سلامين بقول السلام عليكم, وبعد لا توجد آية في القرآن ذم الله بها الحب ولا يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الرسول صلى الله عليه وسلم بها الحب, لكن الله ذم الأفعال التي تدنس الحب, لكن هذا لا يعني أن يخوض الشخص علاقة مع فتاة, لكن إذا أحبها عليه أن يتزوجها. لكن يا شيخ الحمد لله على نعمة الإسلام لأنه علمنا منذ الصغر ما نرضى لأنفسنا نرضى لغيرنا والعكس أيضا. الله يجزيك الخير لأخ خليل, أيضا تكلم بكلام كثير رائع. إحنا بقول يا أخوان في مرات بسؤال بيجينا إنه هل الحب حلال ولا حرام. الحب بحد ذاته لا يسأل عنه حلال ولا حرام, لأن الحب في حقيقته هو أمر عواطف أو مشاعر في داخل الإنسان لا يملكها الإنسان, يعني لا يتحكم فيها, تأتي على حين غرة على حين غفلة. الإنسان ممكن يعني يحب هذا أو يحب هذه وهي ممكن تحب هذا أو تحب ذاك أو يعني كل قضايا الحب عبارة عن عواطف داخلية لا يتحكم الإنسان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته بين زوجاته قال اللهم هذا قسمتي فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك, يعني في موضوع المادي وموضوع المبيت وموضوع أنه ينفق على البيت هو ذا يملك النبي صلى الله عليه وسلم, لكن موضوع الميل العاطفي هذا لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم, ممكن يحب هذه أكثر ما يحب هذه. وكذلك موضوع الحب في علاقات الناس كلها هذا أمر لا يملك الإنسان, لذلك الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على أنه أحب أو لم يحب من ناحية العواطف. زي ما نقول الإنسان هل الإنسان الجوع حلال ولا حرام, هذا الشعور نفسي لا يوصف الإنسان بأنه نقول الجوع حلال ولا الجوع حرام. هل النوم أو النعس هذه مشاعر, النعس هل هو حلال وحرام, لا أستطيع أن أوصف مثل هذا الكلام. إذا إحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه نقول الحب هو بحد ذاته ليس حلال وحرام. طب ولا مشايخ داوشين الحب حرام؟ لا, الذي يصفه العلماء أو المشايخ أو الوعاظ أو المتخصصين في هذا الجانب ليس هو الحب المشاعر, وإنما الحب المقصود في التصرفات المنبنية على مثل هذه المشاعر. لما أنا إذا أنا أعجبت بفتاة هذا مجرد الإعجاب ليس حراما, لكن إذا بلشت أطلع عليها وأقعد لها بالشارع وأدي لها رسائل أو أقف العباب قاعتها أو أروح عباب دارهم أو أتصل عليها على الفيس أو أتواصل معها في برنامج الأسك أو على الواتس أب أو أودي لها مرسال أو أأشر لها أو مش عارف إيش, هذه كل التصرفات أصبحت هنا فيها الخلل الشرعي, لأنه الإسلام بقول لك حبيت أنت بنت أعجبتك الطريق الوحيد أنك أنت تذهب إلى بيتها لتخطبها لتتزوجها. إذا الآن مش قادر عليك أن تكتم هذا الحب وتصبر وتتصبر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً, ولا تعمل أي تصرف حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. فإذا كانت هذه البيت موجودة بتروح تخطبها, إذا مش موجودة خطبت بتروح بتدور على غيرها. لكن أنا أعمل علاقة وأربطها وبلش في علاقات هنا بيكون القضية الحلال والحرام. وأنا بسأل كثير من الشباب اللي كانوا يراسلونا ويسألونا عن الموضوع يقولوا يا شيخ أنا شو نعمل ومش كذا, أقول له هل ترضى هذا الموضوع لأختك؟ يعني أنت أختك شحبت شاب يسني أولى ولا سنة تانية ترضى
أيضا تضل تقعد معه عشان تتعارف فيه وياه عشان بعدين يجي يتزوجه. لا أظن إنسان يعني متزن يفهم دينه ويفهم مجتمعه ممكن يقول آه أنا بوافق إن أختي أمر عليها بالشارع مرحبا الله يعطيك العافية أختي شو الأخبار كيف الأمور فهمت ولا لسه؟ ما حدا بيعمل هيك يعني ممر عليها قاعد مع واحد الله بيمشى مع أختي قاعد بتتعرف ممكن يتزوج بس بده يتعرف على بعض. ولا واحد ممكن يعمل هيك في مجتمعنا لأنه لا ديننا مش لأنه تقاليد هذا وعادات مهترئة لا لأنه لا ديننا بسمح ولا مجتمعنا بسمح ولا أخلاقنا بتسمح مثل هذا الكلام. فمن لا يرضاه لأخته كيف يرضاه لبنات الناس؟ الأخ عصام عودي بعلق بقول بالنسبة للحب والزواج الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. هذا الحديث حديث حقيقي ضعيف لكن احنا بقول الواقع العملي يثبت هذا النص انه ليس للمتحابين الا الزواج. اذا كنت تقدر فالطريق هو الزواج، اذا كنت لا تقدر فليس هناك سبيل لان نقيم مثل هذه العلاقات. الاخ ابراهيم زهره بقول مثلا انا اذا عجبتني بنت بالشارع ضروري ضروري ومن المسلمات اني لازم احكي معها واحبها واجيب لها دباديب وبعدها نتزوج. طب ما هو الحظ الملعون كل اثنين بيحبوا بعض ما بتوفقوا بإشي ولما يطلبها من ايد اللي خلفها برفضوا لاسباب غير مبرره وغير واضحه. ما عندكيش ما عندكاش بيت ما عندكاش وظيفه ثابته بدنا المهر المقدم الفلاني والمؤخر الفلاني الى اخره من الشروط التعجيزيه. يعني هو الاخ برضه الاخ ابراهيم برضه يعني بيحكي لنا بشغله رائعه جدا انه يا اخوه مرات الانسان في البدايات يكون تفكيره بس باتجاه العاطفي في هذه البنت خصوصا لك لا يفهم انه الزواج عباره عن اسرتين بديلتين في متطلبات اجتماعيه ومتطلبات عرفيه في متطلبات ماليه وفي متطلبات جسديه وفي قدره على فتح البيت وفي قدره على اداء الواجبات المطلوبه منه في قدره على التفاهم والقدره على التضحيه القدره على تحمل المسؤوليه. كل هذه قضايا مرتبطه بموضوع الزواج. لما احنا نخرج من 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 اطار الحلم العاطفي اللي احنا عايشينه لننتقل الى مرحله ترجمته الى اداه عمليه راح نصطدم بكثير من المواقف. والاسف الشديد كثير من العلاقات افشلت باسباب بسيطه جدا ما كنا نتوقعها. هي خانتني ما خانتك ولا هو خانك لكن هو التفكير اختلف والاليه والوعي اختلف. لما يجي الاب ممكن يرفض هذا الموضوع الشاب بعيد بعيش في منطقه بعيده والاب بدوش يغرب بنته. ممكن هذا الشاب غير قادر على يفتح البيت. ممكن يكون عيلته واخلاقه البنت مش شايفه لكن الاب بيسال بلاقي انه عيلته غير مناسبه انه يناسبها. ممكن انه هذه البنت جهة خاطب تاني الأب يجبرها عليه تكون أغنى أو أحلى أو أقرب وما تأخذ هذا الشاب وبالآخر تمشي وبتوافق. ممكن أنا في بعض الحالات أمه رفضت قالت له أنا بأخذ الكاش هذه البنت لو أنك بتشجر لو أنك تعمل اللي بدك إياه مستحيل أمشي معك في خطوة. وبالآخر الشاب ببعث للبنت أنا أعتذر أمي غير موافقة ومش عاجبتيها وبدي أدور على واحدة تانية وبتنصدم وبتنهار. والله هذه قصص أنا عندي منها العشرات ما بقدر أحكيها الآن ولا الوقت بيسعفنا لكن العشرات عندي منها من اللي تركوا أو تركت صاحبها أو ترك صاحبته أو حبيبته زي ما بيحبوا يسموها. لكن للأسف الشديد احنا يعني ظلموا عبارة أو كلمة الحب لما حطوها في مثل هذه العلاقات لأسباب تافهة جدا 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 بعد سنة وسنتين من العلاقة والوعود والأحلام ورسم البيت كيف ممكن يكون على قضايا تافهة تركنا وإذا بحياة زوجية تقام وينتسب تكون شيء من الماضي. في كثير من الأحيان لا تصدقوا هذا الكلام في كثير منه والله أنا بعرف بس بجوز اللي بيسمعونا عندهم علاقات بيقولوا شوف الشيخ لا هو مجرب ولا هو بعرف. لا والله عندنا من القصص والتجارب اللي احنا شفناها ما ينبئنا عن النتائج اللي هي جاي. كثير من القضايا انا بعرف الان من كثر الكلام العاطفي الموجود انه انا عمري بتخلى عنك وبعيش بدالك وبموت انا بدونك وانا بتصور الحياه بدونك وانا والله عندي اظن عزابي طول عمري ولا اخذ واحد غيرك وانا عندي اموت وانتحر ولا اني ممكن اقبل واحد اعيش انا وياه تحت سقف واحد غيرك. هذا الكلام كله مع الهوى راح يطير مع اول زوبعه مع اول نسمه هواء مش زوبات هواء. ما بعد في الحياه الحقيقيه والواقعيه ممكن يطير هذا. لا يغني انه ممكن تنجح بعض الحالات لكن في كثير منها بتكون الامور صعبه جدا. الساحر العيون طول كرم هيك مسمي حاله بقول فيش مصداقيه لا قبل الحب ولا بعد الحب كله بده يتسلى والواحد صار يخاف يحب او ما يحب لانه ما بيعرف طبيعه اللي قباله. هذه قضيه رح نحكي عنها كمان شوي انه كيف هذه العلاقات العاطفيه قد تغطي على العقل وتجعل القرار والاختيار غير سليم في كثير من الاحيان للاسف الشديد. احمد حطاب بقول لابد من التعارف قبل الزواج حتى يعرف كل طرف الاخر بشكل جيد وهل يناسبه ام لا
وأعتقد فترة التعارف هذه ستخفف من احتمال الطلاق بعد الزواج، لكن يجب أن تتم فترة التعارف ضمن الحدود وبمعرفة الأهل. إذن إحنا يعني أنا ختمنا بهذا التعليق، وأنا جبته لأنه هو بدي يفتح لنا الحديث ما بعد التعليق، إنه إحنا مقرين إنه لابد من التعارف قبل الزواج. يعني هذه قضية إنه برضو يعني نتزوج هيك بال يعني زي اللي مشتري بلا مؤاخذة بطيخة تطلع حمراء تطلع قرعة، أو يكون العلاقة سطحية بروح الشاب شاف هيك البنت عجبتني يلا كتبوا الكتاب وروحنا، هذا اللي مخلي نسبة الطلاق في طول كرم بالذات ما قبل الدخول أعلى نسبة طلاق على مستوى فلسطين، أعلى نسبة طلاق ما قبل الدخول بعد يعني كتب الكتاب وقبل الدخول هي موجودة في محافظة الكرم للأسف الشديد، لأن هناك في تسرع شديد في موضوع عقد القران وعدم السؤال عن الموضوع. إحنا بدنا نقول لابد من التعارف قبل الزواج، لكن التعارف مش بالحب ومش اللقاءات اللي برا ومش اللقاءات اللي بعيدة عن الأهل. في بديل شرعي لهذا الموضوع، في بديل رح نحكي عنه مع الضيف بعد قليل، بس خلينا قبل ما ناخذ الضيف ويكون معنا على الخط نطلع نسمع هذا التقرير عن آراء شبابنا وبناتنا ومجتمعنا في موضوع التعارف قبل الزواج. أي علاقة هي الأفضل في قبل الزواج؟ هو الزواج التقليدي اللي احنا بنشوفه الواحد بودي أمه وخواته وبعدين هو بروح بشوف البنت بقعد معها ربع ساعة، هل هذا يكفي التعارف؟ أم أنه في عنا اللي هو موضوع الحب قبل الزواج والأنسب، أم موضوع الخطبة الشرعية رح نحكي عنه. خلينا نسمع تعليقات أهلنا في هذا التقرير. الزواج عن الحب وتعارف بيجي احسن، بيعرف البنت بالشاب، بيعرف كيف الروابط بينهم، شو بحبوا شو بيكرهوا، كيف المزاج بينهم، ويمكن عن طريق المعارفه بعد الزواج. بس بتيجي مثلا يعني اصعب وبتؤدي لحالات الطلاق ومش حالات طلاق وفشل اسري. انا بشوف صراحه الحب الزواج عن الحب غلط، كلياته غلط وغلط، لانه اغلب الطلاقات اليوم من وراء الشغل. في يعني صارت معي انا قصص كثير وسمعت بس احنا كشباب يعني بنحب للتسلاي، بنحب نضيع وقت، نضيع التسلاي يعني تضيع وقت. اما انا بشوف انه الصح الاهل هم اللي يختاروا، لانه اللي بترضي امي كشاب اللي بترضي امي بترضيني، وشو ما بكت حلوه مش حلوه انا ما بطلعش، عندي اخلاق انت يعني هيك انا بدور. الواحد لازم يشوف البنت اول شيء يتعرف عليها، لانها بدها تكون شريكه حياته وهي في المستقبل جميع بدها تكون امي اولاده، فالواحد يعني لازم يبقى عارفها وعارف شو تفاصيلها وحياتها. بفضل موضوع الخطبه الاسلاميه، انه بكون في تعارف ضمن حدود بوجود الاهل بمعرفه المجتمع. بعد هاي الخطبه مثلا اللي هي الخطبه بالكسره بتكون لمده مثلا اسبوع، بعدها بتم كتب الكتاب. بس احنا عندنا مجتمعنا انه ما في هذا الشيء، دائما انه مباشره تكون الخطبه مع كتب الكتاب، فبتلاقي حالات الطلاق عندنا مرتفعه بشكل كثير كبير خاصه بطول الكرم. انا بفضل اكيد انه يكون في تعارف بينهم في الاول عن طريق الحب او عن طريق الطريقه الاسلاميه، افضل منه يعني انه بصير كثير مشاكل اوقات انه كل ما بكون واحد متعرف على البنت ومش فاهمها فبطولش بفسخ الخطوبه. كما شاهدنا في هذا التقرير وهذه التعليقات كيف أن هناك من الآراء من قال إنه التعارف والحب قبل الزواج ضروري جدا لأنه هذا أنسب لاستقرار الحياة وأنا بعرفك بتعرفني، بعضهم ذهب إلى موضوع إنه إحنا بحاجة لقضية شرعية في العلاقة ولابد من ضوابطها، والبعض الآخر يعني كان يقول أنا زواج التقليد هو الأنسب، أنا اللي أمي بتوافق عليها أنا بوافق عليها الأم لأنه أنا بدي واحدة أمي ترضى عنها وكون علاقة مليحة مع أمي. إذن يعني هذه وجهات النظر هي الموجودة في المجتمع، كيف يمكن أن نجمع بين إيجابياتها ونتلاشى سلبياتها بصورة يتوافق معها الشرع وتوافق معها المجتمع، لا تعارض شرعنا وتعارض مجتمعنا، وأيضا تتماشى مع احتياجات الشباب في استقرار والاختيار. هذا هو الذي يمكن أن نبحثه مع ضيفنا الأستاذ الاستشاري الأسري المتخصص في مثل هذه الجوانب حقيقة الأستاذ أحمد عبد الله. احنا كنا قد استضفناه سابقا ويسرنا أن نستضيفه مرة أخرى. السلام عليكم أستاذنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية وثالثة ورابعة. حياك الله أستاذي، يعني نحن سعداء أن تكون معنا في هذا الجانب، وأنا يعني أشكرك جدا على كتابك الكتب في هذا الموضوع وتهيئة للزواج، وهو من الكتب الذي أنصح يعني شبابنا وبناتنا إنه يقرؤوا. أظن اسمه إشي ليلة عمر، صح مش هيك؟ رحلة عمر. آه صح، رحلة عمر، وهي فعلا رحلة عمر، وفيه من التوجيهات الرائعة جدا. أنا يعني هذا الموضوع بجوز اعتمدت كثير فيه على بعض المعلومات وبعض التوجيهات اللي أنت ذكرتها في هذا الكتاب، وأنا حبيت أني أستضيفك لباعك الطويل في هذا الجانب. اسمح لي ابتداء أخي أستاذ أحمد أنه نحكي عن موضوع الحب. يعني أنا هذا السؤال خطر في بالي الآن. أنا من الناس اللي بقول هذه اللفظة ظلمت كثيرا، وهذا المصطلح انظلم كثير في مجتمعنا، فصار يعني حتى احنا بنقول بتلاقي الشباب بنقول فلان بيحب فلان، وقصدهم بيلعبوا او بتلاقوا يعني القصد هيك، بس بسموه حب، يعني مش بس انه متوعدين على الزواج، لا مرات حتى العلاقات العادية. فأنا بدي أسأل الحب من وجهة نظرك شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعيننا على هذا الموضوع، واسال الله عز وجل ما حدش يزعل من كل الاطراف وليس من طرف واحد. نعم. ايش هو الحب؟ الحب هو ميل، ميل فطري طبيعي، ميل ميل لشيء فيه مصادر جذب، فيه حاله من الجذب. هذا هو الحب، الحب هو ميل. حتى ان ابن القيم في كتابه نزهة المشتاقين لما تحدث عن الحب قال ان هناك الحب له تقريبا 170 مرحلة، يعني لعل أدناها ما نصطلح عليه بأنه الحب هو تحدث عن مراحل يعني مختلفة جدا من الحب، وفسر في كل واحدة فيهم ومتى تحدث وليش تحدث وإلى آخره. الحب هو حالة طبيعية إنسانية طبيعية، الإنسان يميل لشيء ما، قد أميل لمنظر معين، لإنسان معين، لشيء معين، شيء جمال معين، قد أميل لفكرة معينة. الحب هو ميل، تماماً. لكن كيف يحدث هذا الميل وتثبيت حدوثه وآلية حدوثه، هذا هو الملعب الكبير جدا اللي دخله غير متخصصين، يعني وأفتى فيه غير مفتين، ونظر فيه من غير المنظرين، وتخصص به من غير المتخصصين. لذلك هذا الموضوع غاية في الأهمية. هناك من يضع مسألة الحب كأساس لا يقوم الزواج إلا به، وهناك من يتعامل معه على أساس أنه أداة من أدوات الزواج وليس كل شيء في عالم الزواج. جميل. طيب احنا يعني انا بجوز ذكرت من خلال تعليق من التعليقات قبل ما تكون معنا على الهواء، ذكرت موضوع انه الحب حقيقه، في حقيقته هو شعور انساني مثله مثل اي احتياج انساني اخر، زي الجوع، زي العطش، زي الشعور بالنعس والحاجه الى النوم، فهو بحد ذاته لا يوصف بالحلال والحرام، وانما التصرفات المنبنيه على مثل هذه العواطف او هذه الحب او هذا الميل لا يمكن ان توصف بالحلال والحرام. وهذا اللي بده يدفعنا نحكي الان، اذا بدنا نقيم أو نضع في الميزان مثل هذه العلاقة أو العواطف أو الحب ما قبل الزواج اللي احنا بنشوفه خصوصا متركز في الجامعات، وقد يكون خارج الجامعات لكن متركزه أكثر في الجامعات كأنه أصبح أمر واقع، امتد الآن إلى مدارسنا في بعض الأحيان، حتى طلاب المدارس صاروا مثل هذه الشعور وهذه العلاقات، الرسائل وما إلى ذلك من وسائل التواصل ممكن تكون في العالم الحقيقة أو الافتراضي. هذا الحب ما قبل الزواج هل هو في الحقيقة مقدمة للزواج؟ يعني هل هو صورة نمطية مقبولة تعد بديلا للزواج التقليدي؟ كثير ناس بنتقد الزواج التقليدي انه انا بقول ما بدي اتزوج زي ما يعني امي اللي تختار لي ولا ابوي اللي يختار لي، هاي شريكة عمري انا بدي اختارها، او هاي شريك عمري انا بدي اختاره، وانا ما بوافق اني انا بربع ساعة اتعرف عليه، انا بدي اقعد معه سنة، شهر، اثنين، ثلاثة، اربعة، بنعمل علاقة، بنحب بعض، واحنا انا محافظة على حالي وعلى اخلاقي وما بنعمل اشي غلط، واحنا بدنا متواعدين على الزواج. حقيقة هذا الموضوع أنا لسه دائما مع إنه فيش إشي اسمه لون أسود وفيش إشي لون أبيض، صرف في إيجابيات وفي سلبيات، إيجابيات هذا الموضوع وسلبيات هذا الموضوع. طيب تمام. أول شيء يعني خلينا نوصل لقاعدة، يعني لقاعدة أساسية، إيجابيات الحدث لا تعني أنه صحيح. نعم.
سلبيات الحدث لا تعني أنه سيء أو أنه خطأ. خلينا نتفق على هذه القاعدة. شيخ عمار أنت وضعتني بين معيارين أو بين مكيالين، بين مكيال الزواج التقليدي وبين مكيال الزواج عن حب. طيب الزواج التقليدي بما يعني الناس تفهمه إنه هو الزواج الاعتيادي، إنه الوالدة هي اللي تروح تشوف العروس، بعدين يكون الشاب أو يمكن يكون الشاب معها من أول جلسة. كلمة تقليدي المقصود فيها إن هناك حالة من التقليد بطريقة زواج الآباء، والآباء قلدوا أجدادهم وإلى آخره. طيب وفق هذا المفهوم الحب بيطلع زواج تقليدي. ليه؟ لأن هذول الاثنين اللي حبوا بعض هم قلدوا اثنين حبوا بعض، فصارت عملية التقليد عملية واحدة. القضية لا تبحث في هذا الشكل، القضية لا تبحث إما زواج تقليدي أو عن حب، لأنه معيار البحث عندي بوصلت البحث عندي ليست هنا أصلا، بوصلت البحث عندي في مكان آخر. الزواج يقوم على شيء، على ماذا؟ الزواج يقوم على ثلاثة أمور، يقوم على معرفة، هذه المعرفة معرفة شخصية، يعني أنا عارف حالي شو أنا أعلم ما هو الزواج، أنا أعرف من هي الإنسان الذي أرتبط فيها، ويقوم على الرغبة إنه أنا أرغب أن أتزوج فلانة، ويقوم على القدرة المالية أو القدرة الجسمانية، اللي هو لما هذا الإنسان لما يتزوج يعرف يقضي متطلبات أن يكون زوجا، لأنه هذا دور في الحياة يقوم به الزوج. وهذا الكلام ينطبق على الشاب والفتاة. هذه الثلاث قضايا هل يوفرها الحب قبل الزواج؟ طب خلينا من باب الإنصاف خلينا نسأل، هذه الثلاث قضايا هل يوفرها الزواج التقليدي؟ كمان خلينا نسأل سؤال يعني لسه أعمق من هذا شوي، هذه الثلاث قضايا هل يوفرها الزواج بين قوسين بالمفهوم الإسلامي؟ أي في المحصلة أنا ممكن يكون في عندي شاب يعرف سوق سيارة، لكن السيارة اللي بسوقها حاليا هو سارقها، هو سرق السيارة. سرقة للسيارة لا تعني إنه بيعرف يسوق، وإنه بيعرف يسوق سيارة ليس مبررا له لسرقة السيارة. قد يكون عندي إنسان بيعرف يسوق سيارة لكن ما عنده سيارة، تماما. فبالتالي الزواج يحتاج إنه هذول الطرفين، هذول الاثنين ينتقلوا إلى بيت الزوجية هم عارفين بعض صح، عندهم رغبة في بعض، قادرين على أن يسعدوا بعض. مين هي المنظومة الأضمن اللي ممكن توفر هذه الثلاث شروط؟ هذا هو البحث. جميل. الآن إذا كان الزواج التقليدي هو الأضمن، ممتاز، معناها أن إحنا مع الزواج التقليدي. إذا كان الزواج الإسلامي بين قوسين هو الأضمن، إحنا مع الزواج الإسلامي. طب نيجي الآن للثالثة، إذا كان الزواج عن حب هو الأضمن، هل نحن مع الزواج عن حب؟ هنا في شرط. ما الذي سيحكم على الزواج أنه ناجح ولا مش ناجح؟ العلم. طيب نروح العلم شو شو بيحكي. العلم بيحكي إنه وحسب كثير من الدراسات اللي أجريت، الحب الدراسات بتحكي إنه ما يقارب 75% من حالات الزواج عن حب تفشل. هذا هي دراسة علمية. هذه دراسة علمية في جامعة الدقهليق في مصر. 75%. نعم، واللي عامل الدراسة أستاذ إسماعيل عبد الداري يسميها تحت عنوان الدراسة أسس الفشل والنجاح في العلاقات الزوجية، هيك اسمها. هذه اسم الدراسة. فهو لما نحكي على علاقة زوجية فشلة، عادة الفشل في العلاقة الزوجية ماذا يعني؟ مش عارفين يتفاهموا مع بعض، مش عارفين يتعاملوا مع بعض، مش عارفين بعض. يعني الأساس الأول، أساس المعرفة انضرب عندي. طيب استاذ احمد، يعني في هذا الجانب اذا سمحت لي بدي اخذ انا اتقمص الطرف الاخر، وانا ممكن هذا يعني برضو سؤال بخطر في بالي الان. اذا كان 75% تفشل من حالات الزواج، انا بدي اقول من ناحيه عمليه انا ارى مثل هذا الكلام على ارض الواقع، مش عارف تفسيره بس اللي انا بدي استفيده منه، انه طيب ما احنا بنقول ما دام هو معرفه
الزواج، معرفتي بذاتي ومعرفتي في اللي امامي والرغبه في الميل والقدره الماديه. طب لو جينا على اثنين من اللي بسموا بحبوا بعض، هو عنده قدره ماليه بده يتزوج، وهو في رغبه لهي بهاي البنت وهي في رغبه فيها، وانا هو قعد سنه او سنتين بحب فيها فهم تعرفوا على بعض في هذه السنتين. طب لماذا لم يكن الزواج ناجحا ما دامت الثلاث امور كانت موجوده الان؟ يعني وين الخلل اللي ادى الى مثل هذا الفشل في الزواج؟ اذا انا التعارف يخيل لي انه موجود، الرغبه اكيد موجوده، وموضوع القدره الماديه موجوده، اذا وين الخلل اللي ادى الى فشل الزواج، او في الغالب يفشل الزواج بسبب اللي في كان علاقه قبل؟ تمام، سؤال غاية في الأهمية، وخليني أستعير كلمة حضرتك تفضلت، يعني تحكي يخيل لي أنني أعرفها. المعرفة لها شروط، هناك أمور معينة على الطرفين أنهم يكونوا عارفينها عن بعض، تمام؟ هذه الأمور هي أمور عقلية وليست أمور عاطفية. إذا دخلت العاطفة في هذه المرحلة من التعارف، يعني مثلا على سبيل المثال فتاة بتحب إنسان وهذا الإنسان بدخن، تمام؟ الآن هي يمكن بينها وبين حالها ما عندهاش استعداد ترتبط في شاب بدخن، بس العاطفة خلتها تخفف من سيئات تدخينه بمقابل حسنات هي شايفتها. طيب الآن انتقلنا إلى ما بعد الزواج اللي هو عالم المسؤوليات الحقيقية، عالم المعايشة اليومية. الأخي مروح من الشغل مش تعبان، حالته حالة، هي تعبانة مش مجهزة الطاقة، ليش ما عملتي كذا كذا كذا، بلش ينفخ طار يدخن، اوف جننت من ريحة دخانك اطلع دخن برا، لا انت بتعرفيني من اول بدخن. صار الشيء اللي هي تنازلت عنه عاطفيا هو مصدر من مصادر الخلافات فيما بعد، لذلك المشاعر يجب ان تؤجل، لان الزواج ارتباط عقلاني يستمر بالعاطفة وليس ارتباط عاطفي يستمر بالعقل. جميل، عبارة رائعة. الزواج ارتباط عقلاني يستمر بالعاطفة وليس ارتباط عاطفي يقوم بالعقل يستمر بالعقل. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر لما اجى واحد حكى له انه انا يعني بحبش زوجتي، قال له وكل البيوت تقام على الحب، فاين العشرة والتذمم؟ تماما. الان ممكن حالة الارتباط تكون حالة عقلانية، والحالة العقلانية هذه تستمر ما في مشكلة. الآن تيجي العاطفة بتبلش بين اثنين، بيبلشوا في التضحية لبعض، بيبلشوا في العشرة لبعض، بصير كل واحد يشيل عن الثاني، كل واحد يضحي لأجل الثاني وإلى آخره. لكن إذا كانت التضحيات مسبقة، التضحيات المسبقة، العاطفة المسبقة تعني قبول أشياء ليس لي في العادة أن أقبلها. طب الآن مرحلة التعارف هي مرحلة عقلية حتى أعرف هذا البني آدم، وأنا في أنكد حالاتي هو موافق علي، هاي البني آدم وهي في أنكد حالاتها أنا موافق عليها عقلا وليس عاطفة. الآن بعدين بيجي الدور العاطفة، فالقضية قضية تركيب. الآن ممكن في بقية فينا يقول يا عم الشروط اللي أنت بتحكيها إحنا محققينها، هنا بنيجي الى قضيه غايه في الاهميه. انتم عايشين في مجتمع لحالكم، وان هذا المجتمع له منظومه كبرى اسمها منظومه شرعيه. طالما هناك منظومه كبرى اسمها منظومه شرعيه، فالاصل ان تراعى المنظومه الشرعيه. طيب احنا بدنا نتعرف على بعض ومش عارفين، والزواج التقليدي مش ضابط، ممتاز. واحنا لما نعترض على الحب قبل الزواج لا نسوق ضمن الزواج التقليدي، من وجهه نظري برضو الزواج التقليدي غلط. طيب استاذ، قبل ما ادخل في البديل الان اللي بنطرحه للناس، انا بجوز كلامك في موضوع التعارف والاستقرار استحضرني وانت بتتكلم نقطتين سريعات. الاولى المثل الشعب اللي بقول حبيبك ببلع لك الزلط وعدوك بوقف لك على الغلط، فهذا بخلينا دائما لا نرى عيوب من نحب فنتغاضى عنها، لكن للاسف الشديد نكتشفها بعد، بصير يقول وين انا باقي، وين عقلي باقي لانه غيب، وهذا بجوز بقودنا وعين الرضا عن كل عيب كليله لكنما عين سخط تبدي المساويه. الامر الثاني اللي بجوز انا في موضوع ما دام احنا كنا قبل نحتكم للعلم، انا بتذكر حضرت محاضره لدكتور عندنا في جامعه النجاح، اتوقع اسمه دكتور عبد الرحمن الاقرع، عن سيكولوجيه الحب، كان يتكلم عن ربطه بالهرمونات، فتكلم عن اللوزه الدماغيه، هذا بسميه صديق المتشكك الذي يشككك بكل ما حولك ويدفعك للتفكير في كل صفات ما حولك. هذا بقول يا
يغيب في حالة ارتفاع العاطف عند الإنسان، فبطل الإنسان يستطيع أن يفكر فيما أمامه ولا يستطيع أن يقيمه. فالعاطف إذا زادت، زي قال كل فتاة بأبيها معجبة والكرد بعين أمه غزال، كل هذه الأمثال تدخل ضمن أن العاطفة تجعلنا لا نستطيع أن نحتكم. لذلك بجوز هو بيؤدي إلى فشل كثير. حتى المجتمع عندنا للأسف الشديد عنده تصور أنه نسبة عالية من هذه العلاقات ستؤدي إلى الفشل، لكن بنشوف نسبة عالية من مجتمعنا للأسف الشديد يلجأ إلى مثل هذه العلاقات. يعني نعملنا استطلاع رأي، إذا الإخوة بحطونا على الشاشة، كلنا من وجهة نظرك هل ترى أن الحب قبل الزواج يؤدي غالبا إلى حقنا نجاح الحياة أو فشل الحياة، أو أنه بحد ذاته الحب قبل الزواج لا يؤثر على النجاح أو الفشل؟ كان عندي حوالي 40% بيقولوا أنه فشل الحياة الزوجية هي يعني الحب قبل الزواج غالبا يؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، حوالي 40%، الربع بس اللي قالوا أنه يؤدي إلى نجاح الحياة الزوجية. طيب الآن اللي بدي أسأله أنا، مع أنه الناس بيقولوا هيك، إذا الناس في حيرة من أمرهم، يعني أنتوا بتقولوا صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل وكل تشبع، طب أنا كيف بتقول تعارف وبنفس الوقت بكل ممنوع تحب وتتعارف قبل الزواج؟ الزواج يقوم على التعارف الناجح، وأنت بتقول لا تتعارف ولا تحب قبل الزواج. إذا ما هو البديل الذي يمكن أن نطرحه للناس لمن يسمعوننا حتى يدخلوا على حياة زوجية مستقرة من خلال التعارف دون أن يغضب الله عز وجل؟ يعني بالضابط الشرعي والضابط المجتمعي، في دقائق معدودة أستاذي. ممتاز. أنا أقول الحمد لله على نعمة الإسلام. الإسلام من 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 تقديسه للزواج ومن رفع هو من شأن الزواج. لاحظ إحنا كرجال وحتى النساء مأمورين بغض البصر، صح؟ نعم. في حالة الزواج قال اذهب فانظر إليها، رفع محظورا لأجل الزواج، تماما؟ صحيح. يعني الخطبة في الإسلام اللي هي الوعد بالزواج، فترة التعارف هذه، أنت كإنسان مأمور بفعل أشياء في الوضع العادي أنت محظور منها. لك في فترة الزواج أن تجلس معها، لك في فترة الزواج أن تنظر لها وتنظر إليك، في فترة الخطبة عفوا، لك في فترة الخطبة أنك تحكي معها في الشرق وفي الغرب وفي أحلامها المستقبلية، وهل هي عصبية ولا مش عصبية، بتعرف تطبخ ولا بتعرفش تطبخ، وتسأل عنك وعن شغلك وعن ذوقك في اللباس، هذا كله دون حدوث العقد، يعني ما صار العقد. أيوه، هذا بدنا نوضحه بس للناس، إنه بنحكي عن الخطبة الشرعية المقصود فيها ما بعد الموافقة المبدئية اللي وعد بالزواج أو قراءة الفاتحة بنسميها إحنا، وقبل إجراء العقد الزواج. بالضبط. هذه الفترة هي ليست فترة، يعني هي بالمصطلح هي فترة خطبة. إحنا مفهوم الخطبة عندنا شوية يعني متداخل في بعض، وإحنا فاهمين أي اثنين مكتوب كتابهم هي هاي الخطبة، هي فعليا لا، الخطبة هي قبل. هذه الفترة اللي قراءة إنجاز الحديث قراءة الفاتحة، هذه الفترة هي فترة تعارف قد يبدأ عليها استمرار وقد يبنى عليها انسحاب. احنا الحمد لله ما عندنا زواج كاثوليكي اللي هو خلص يعني الارتباط معناها انت مستحيل تنسحب، لا. هاي الفترة هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فانظر اليها فان ذلك احرى ان يؤدم بينكما، يعني انت روح شوفها لعل وعسى يحصل هاي الحالة من الوفق بينكما. فبالتالي هذه الحالة من الرؤية مطلوبة قبل الزواج. طب الإسلام وفر لنا هذه المنظومة. أنت كشاب ولا أنت كبنت، أنت بدك تحب ولا بدك تتزوج؟ في فرق بين الاثنين طبعا. هلا في كثير ناس وبيحكي لك أنا بدي أتزوج بس عن طريق الحب. هلا في ناس يسعى إلى الحب لأجل الحب نفسه، هذا اللي بيسعى إلى الحب لأجل الحب نفسه، هذا يعني أنا ما عندي له كلام. أنا بنروح مع بعض على سورة يوسف لما في الآية التي تقول فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. في الآية اللي قبلها، في الآية اللي قبلها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ورد التعبير اللفظي عن الحب بأنه ضلال على لسان المرأة وليس على لسان الرجل. هذا اللي بيدور على الحب لأجل الحب نفسه، أما اللي بيدور على زواج وبده الحلال وبده التعارف الصح العقلاني اللي بعدين تبنى عليه العاطفة، وفر له الإسلام منظومة اسمها الخطبة. هاي الخطبة تعرفوا على بعض، اجلسوا مع بعض مرة مرتين ثلاث، احكوا في كل شيء بدكم إياه، ارتحتوا
تفضل يلا ننتقل الى المرحلة الثانية. ما ارتحتوا والله كل واحد عنده رهنه، لا اسمها مطلقة ولا اسمه مطلق، بس التحدي الان شيخ عمار، هل اهالينا بيسمحوا بهذا الاجراء؟ ما هو خلينا نكون واقعيين، شبابنا لما بيلجأ للحب هو فعليا بيسور على سلطة الاهل. طب ما هذه الطريقة الشرعية انا بحكي لك اول من يرفضها الاهل، مش الشباب اللي بدهم يتزوج. صحيح. فإحنا بدنا نرجع الآن نعيد بناء مفهوم الخطبة عند الكبار مو عند الصغار. إيش يعني والله أنا جلسة واحدة وبعديها بدي قرر أو لا؟ هذه مو شرب الزيتون، هذا زواج. لذلك بدنا يعني الكبار الآن أنا كلامي، صحصحوا معانا شوي معلش، وفروا لأولادكم بيئة صحيحة للتعارف، لأنه إذا عثرنا الحلال الحرام يصبح سهل. 100%. نعم يعني انا اشكرك استاذ احمد على يعني هذا الرائع، الكلام الرائع. واحنا بجوز الفتره الاخيره بنضغط، وللامانه وللانصاف انه في عندنا بعض الاباء والامهات اولياء الامور اصبحوا عندهم قناعه لمثل هذا الموضوع، وصاروا يسمحوا للشاب. انا بعرف كثير من الحالات يسمحوا للشاب انه يجي مره وتنتين وثلاث، ممكن البنت تطلب او الشاب يطلب كمان جلسه وتنتين وثلاث. احنا بنقول بعض بيسال انه كم جلسه ممكن ان احنا نوافق عليها، بقول فليجلسوا حتى يصلوا الى قناعه تامة، إما بالاستمرار أو قناعة تامة بالانسحاب. الذي يحدد هذا الموضوع هو موضوع التعارف، مع التنبيه على أن هذه الفترة ليست فترة عواطف ولا كلام غزل، هي فترة تعارف. بدنا نبعد العاطفة حتى القرار العقلي يأخذ دوره في الموضوع. أنا أشكرك. وإضافة سريعة شيخ عمار إذا أجلت بنص دقيقة أستاذي، في هذه الجلسات أنا برضو أنصح الآباء والأمهات، يا جماعة هذا الشاب اللي جاي يتقدم لبنتكم أنتوا برضو اجلسوا معه، مش بس البنت اللي سمعه. فلما تكونوا جالسين عائلة لا أنتوا خايفين يحكي لها سر ولا هي تحكي له سر، ولا أنتوا خايفين أنه يعني يوم بشيء لا قدر الله. هذه جلسة عائلية، أنتوا بدكم تشوفوا هذا البني آدم يصلح أن يكون كواحدة من أبنائكم ولا لا يصلح. فبالتالي الأصل أن تكون جلسة عائلية. هي أستاذي أنا أعتقد أنه يعني إن شاء الله بعد فترة برد نعمل كمان حلقة عن موضوع التعارف، وكيف يكون وكيف يساهم الآباء والأمهات في موضوع التعارف، وماذا يمكن أن يدور الحديث وكيف يمكن أن نتعارف. أشكرك شكر جزيل على هذه الكلمات الرائعة وهذه الملاحظات القيمة التي تحدثنا فيها، وأسأل الله أن يكون استفدنا جميعا. أنا بدي أختم يعني هذا الموضوع قبل ما نطلع على فقرة الأسئلة في 10 دقائق، بدي أختم في نص دقيقة وأقول إنه يا أخوة ويا أخوات، إحنا هذه العلاقة السؤال لماذا؟ إذا كان الحب لأجل الحب هذا مرفوض شرعا واجتماعيا، وهذا اللي لا يسمى وكما ذكر الأخ أنه هذا غير مقبول إطلاقا. إذا كان هذا الحب للزواج، فإحنا قدام حالتين، إنه هذا الشاب قادر على الزواج، فإذا كان قادر على الزواج خلي هذا التعارف وهذه العلاقة في الضوء في الشمس تحت 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 نظر الجميع، بحيث أتوجه للخطبة الشرعية، ما أستعجل كتب الكتاب. وأنا إذا بدي للتعارف للزواج خليني أتعرف عليها قدام أهلها، وأتعرف على حقيقتها وتتعرف على حقيقتي في إرضاء الله سبحانه وتعالى، ما استرعش في كتب الكتاب. وهذا بندعي الآباء والأمهات إنه يسمحوا فيه ويفتحوا، حتى إحنا أنا بالآخر تفسخ بنت خطبها، هي خطبتها هي اللي ترضى، أحسن ما بكرة أدخل وسط عشان يجي هذا الزلمة يفسخ الخطبة بعد كتب الكتاب وروح على اسم طلاق وتسمى مطلقة. الأمر الحالة الثانية إنه يكون هذه علاقة الحب قبل الزواج، صح في نية الزواج، لكن أنا غير قدرة عندي على الزواج. إذا مكون شو أخرت مثل هذه العلاقة وهذا الحب، إذا أنا غير قادر على الزواج أربطة 4-5-6-7 سنين، هذا الكلام أيضا مرفوض. فإذا نقول من أحب فليتزوج، من أحب ولم يستطع الزواج فعليه أن يكتم وليستعفف، لأن التعارف لا يكون إلا بالنور وبالحق وبالصورة الصحيحة. نخرج لهذا الفاصل ونلتقي معكم بعد قليل. أرحب بكم مرة أخرى إخوتي وأخواتي في هذا البرنامج، برنامج كلاسيك أف أم عبر أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد
وبرعاية كيندا ماركت شاهد إخوان جزاهم الله خيرا. إحنا إذا قلنا أنه 75% من حالات العلاقة ما قبل الزواج تؤدي إلى الفشل بعد الزواج. نستقبل اتصالاتكم في خلال أقل من 10 دقائق إذا في حد عنده سؤال في هذا الموضوع أو في غيره، كما وعدناكم نعمل فقرة في النهاية لاستقبال اتصالات على أرقام 268-49 أو 1908 من خلال الأرقام الظاهرة على شاشة التلفزيون اللي يسمعنا على الإذاعة 268-99-99-19 أو 1908. أنا عندي بعض الأسئلة اللي أرسلوها بعض الإخوة والأخوات من خلال المنشورات اللي احنا نشرناها ومن خلال صفحة أسك أف أم أمار مناع اللي موجود على برنامج أسك أف أم. السؤال الأول هنا سؤال في بنت بتسأل بتقول شيخ إذا ممكن حكي عن التوجيه لطالبة كانت شاد بهمتها وكانت تحب واحد بس تركه حاليا تعبان نفسيا كثير ومش عارفة ترجع تدرس، كل ما تحفز حالها بترجع بتنتكس وما بتعرف إلا تفكر إنه هل راح يرجع أو لا، مع العلم إنه هو ما ضحك عليها ولكن هي كانت تعلق على أتفه تصرف يعمله فهو تعب رجاء حار تفيدها لأنها هي ذكية. يعني هذه المشكلة احنا نحكي فيها، لاحظوا طالب التوجيه وبتدرس وعقلها متعلق في واحد معين، تعلقها تعلق شديد جدا، وصلت لمرحلة من التعلق اللي صعب جدا في موضوعها، لذلك هي لما تركها أثر على نفسيته وأثر على دراستها. رح نوجه النصيحة ونوجه الأخ نصيحة بس نأخذ هذه الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. حياك الله أخي عمار، شو أخبارك؟ الله يكرمك على البرنامج الحلو اللي جاي. الله يحفظك إن شاء الله أخي. الله يخليك. بحكي معك شاب من كرنشوي. أهلا وسهلا، تشرفنا فيك أخي. يا أخوي بدي أسألك في سؤال صار جدال عليه بالنسبة للحواجب الطوال. حواجب الطوال طوال وفي شعر طالع، بقدر الواحد يمكن يعني يخفف منهم؟ واحد ولا وحده؟ لا واحد. رجل يعني؟ ايوه. طيب الله يجزيك خير على السؤال، يعني الان اجاوبك ان شاء الله. موضوع الحاجب واخذ من الحاجب، قلنا اذا كان اول شيء يعني النص متجه للنساء في خلاف موضوع الرجال هل يجوز اخذ او لا. الامر الثاني انه احنا حتى لو افترضنا ان الرجل يعني لعن الله النامصه والمتنمصه، المقصود من النمص يا اخوه واخوات كما افهم انا، طبعا هذا في خلاف في فهمه عند العلماء، انا الراي اللي اتبناه ليس رايي الشخصي وانما هو راي عند العلماء، لكن يعني هو ما اتبناه واراه هو الصحيح والله تعالى أعلم، أنه إذا لا يجوز مس شعر الحاجب من أجل ترقيق الحاجب، يعني بدنا نزينه حتى نخليه رفيع، أو زي ما بتعد بعض أخوات بتقيمه كله بتروح ترسم حاجب بداله، هذا لا يجوز إطلاقا، له أسباب وله تفسيرات معينة وله فهم، يكفينا أنه في عند النص لعن الله النامصة والمتنمصة. لكن إذا كان الشعر خارج عن إطار الحاجب، خارج عن إطار المألوف، يعني مرات بكل واحد شعر حاجبه طويل بيؤذي أو بيكون كثير خميل ففي المنظر يؤذي، أو الشعر بعيد يعني بعيد عن الحاجب بيكون مخمله، فيجوز أن يأخذ الشعرات التي هي بعيدة عن أصل الحاجب ولا تؤدي إلى ترقيق الحاجب، هذا يجوز. أو إذا كان الشعرات طويلة يجوز أن يقصها وأن يقصر منها، وهذا يعني والله تعالى أعلم فهو جائز، لكن زي ما بيعملوا البنات بعض البنات أو كثير من البنات، والأسف الشديد بعض الشباب بتشوف الشاب يعني مش عارف شو هالمنظر كماشي بالشارع وعامل لي حواجبه يعني زي البنات، هو مكلد في إشي حرام، مكلد بنات ومكلد في إشي حرام، قضية خطيرة حساسي، وهذا يعني بحاجة إلى راجع حاله وراجع دينه وراجع رجوعه أصلا في الموضوع. لكن الأخ سؤاله أنا بفهم شو، أنه ممكن يكون خميل إشعارات بعاد عن الحاجب قليلا أو مخملاته زيادة عن اللزوم بصير نهذبين بس ما نرققش الحاجب في هذا القضية. نرجع لقصة الأخت البنت اللي بالتوجيه، فهذه البنت شادة حالها وهمتها، ظاهر انه اللي بيسأل الشاب المقابل، لانه بقول مع انه هذا الشاب ما ضحك عليها ولكن هي كانت تعلق على اتفه تصرف يعمله. لاحظوا يا اخوان احنا بنشعر من خلال السؤال، هذه البنت بالتوجيه وبجوز يكون توجيهي ولا بديال العمر، قاعدين بيلعبوا بتسلوا زي اللي بيلعب بيتي بيوت، يعني والله بتعلق على تصرفاته فهو زعل منها فهو دشرها، هي تحطمت، هي نفسيتها تعبت، هي دشرت دراسه. انا ترى ليفه من كلام اللي بستهزئ فيها، لا انا بعرف انه احنا مشكله
مشكلتنا انه احنا شرنا شبابنا وبناتنا لمثل هذه العواطف، يعني تعصف بهم فتأرجحوا في الدنيا ذهابا وايابا ويسقطوا وهم لا يدرون، لانه ما في اب بنتبه ولا ام بتنتبه، ما في فراغ عاطفي عند بناتنا بحاجه الى نعبيه، في فراغ عاطفي عند اولادنا بحاجه نعبيه، احنا كاباء وكامهات وكاخوه وكاخوات بحاجه انه احنا ندير بالنا عليهم، نقربهم منا، نوجههم صح، لانه زائد انه احنا بدنا نعرف انه هذا تقليد البنت تسمع صحباتها عندي. يعني انا للاسف الشديد والله في احدى مديرات المدارس حدثت في يوم من الايام انه مسكت في صف رابع او خامس الرسائل في البنات في 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 في, في الجدول تاع البنت مخبيته، كانت تخبي الشريحه او البلفون برا باب المدرسه وتطلع الطول وهي دافنته عشان تحكي مع صاحبها، هذا صف رابع صف خامس. انتوا تخيلوا مثل هذه القضايا، لانه هذه مفاهيم الان غرست في اذهانهم فاصبحوا بدهم يقلدوا. هذه البنت عاشت الدور، عاشت الفكره وتعلقت بفارس الاحلام، لكن على اتفه الامور لانه بعلق عليها دشرها او لانه بتعلق عليه، وهذه كثير بتصير دشرها وتحطمنا نفسيا، وبصير عادي يفتح لي على غاني عبد الحليم واغاني ام كلثوم وتحطمنا وتراجيدي وعياط واخر الليل والشعر ومش عارف ايش، هذا كله تحطيم لنفسياتنا. يا اخوه يا اخوات كونوا على قدر الوعي، انا بدي اخاطب واحده في التوجيه يعني 17 سنه، لازم تكوني واعي، هذا كله لعب وتسالي، بس نفكر بعقولنا شوي نفهم انه هذا كله حكي فاضي، كله لعب وكله تسالي، كله لا يصلح. والله في بعض الناس، في بعض البنات بتروح بتكلم الشاب مقطع بوصل لا اخلاق ولا دين ولا سلوك ولا كذا ولا كذا، بس حبته على ايش؟ على شكله، على شعراته، على مشيته، على بلوزته، على مش عارف شو، وبكون لعب وتسالي وبكون بضحك عليها وبضحك مع الشباب او بتضحك عليه. هذا حكينا عنه معكسات الاسبوع الماضي، عشان هيك احنا بدنا ننتبه مثل هذه القضايا، الصح صح والغلط غلط، هذه العلاقه يجب ان لا تقوم، يجب ان اقطعها، احافظ على اخلاقي، احافظ على ديني، احافظ على عفتي، احافظ على سمعتي، احافظ على سمعه ابوي وعلى سمعه امي وعلى سمعه بيتنا، احافظ على سلوكي الصح، احافظ على نفسي حتى اكون انا بكره امينه لزوجي، لزوجي المستقبل اللي انا بدي اعيش انا وياه. ايضا ما يكون عندي يا اخوه من اخطر الامور اللي بتؤدي الى فشل الزواج، انه بكون هناك غير قضيه انه العواطف تلغي العقل فبصبح فيش قرار حقيقي، انه في الانسان عنده بيكون يعني في زخم بالعواطف، لما انا افرغها قبل الزواج بعد الزواج بيكون الانسان عنده شيء طبيعي جدا. يعني يجي لزوجته كلها بحبك، ما هو شبعه يقول بحبك قبل الزواج، بده يجي كلها انت ما احلاك، ما شبعه يقول قبل الزواج، كل هذا الكلام العاطفي اللي كان موجود كله عمله تنفيذ قبل الزواج، بعد الزواج راح يفقد اغلبه لانه ما في شيء يعطيه، كله استنفذ ما قبل الزواج. عشان هيك احنا بنقول ان الامر بحاجه الى انتباه، وهذه البنت لازم توعى على حالها وتعرف انه مستقبلها في دراستها، وانه في الشاب بيستاهل في الدنيا ما دام في هذه الصوره، انه انا ابيع ديني عشانه، ابيع بيتي عشانه، او ابيع اخلاقي عشانه، واغضب ربي عشانه. لا، انتبه لدراستك وانتبه لدراستك، هذه قضايا خصوصا طلاب المدارس والجامعات، اتقوا الله في انفسكم، لا تعرضوا حالكم وتبيعوا انفسكم رخيص بثمن رخيص على علاقه تافهه بسيطه. مع احترامي لكل العلاقات، انا ما بقول عن نوايا، انا بعرف انه كثير من صادقين، لكن هذا صدق مغشوش، هذه مشاعر مغشوشه مسيطره على عقول كثير من بناتنا وكثير من شبابنا. يجب ان نكون على قدر الوعي، حبك وقلبك لا يستحق الا الذي سيرتبط فيك ارتباط حقيقي في عقد الزواج، وهذا لا يكون الا من ان ناتي البيوت من ابوابها وليس من شبابيكها ولا من ظهورها ولا من سقوفها. احنا بحاجه الى ان نوعي شبابنا وبناتنا، اقعدوا الاباء والامهات مع ابنائكم وشبابكم، افتحوا المجال لهم، لما يجي المجال احنا في الزواج بنيسره بنوديه، لكن قبل ذلك اكبت عواطفك وخلينا نروح باتجاه صحيح. السؤال الثاني بيكون: مرحبا الشيخ عمار، انا عندي حاله نفسيه من انا صغيره، ابوي لسانه سليط علينا وعلى امي، وهو من نوع العصبي ومسبب الي خوف ورعب ومؤثر على شخصيتي وحياتي حتى بعد ما كبرت، وانا نفسي اغير حياتي والخوف اللي عندي والرهبه، بس اشوفه شو اعمل؟ جاوبني. انا بدي اوجه مش لها الكلام، بدي اوجه الاباء والامهات، في بعض الاباء عاملين رعب في الدار، والله لما يدخلوا زي افلام الرعب بيبقى برا يعني مبسوط على الاخر، لما يدخل اصياح ومسبات وضرب وقتل، ممنوع حد يحكي، ممنوع حد يشكي، ممنوع حد يعترض، ممنوع حد يتصرف تصرف غلط، ممنوع حد يطلع صوت، ممنوع ممنوع ممنوع، لا يعرفوا منه الا الضرب والسب والمسبات والمقاتله، وبتقاتل هو مرته، بتقاتل هو اولاده، بتقاتل هو بناته، وقايم قيامتهم في الدار، لكن برا ممكن للاسف شد بعضهم لسه عامل علاقه مع وحده برا بموت ويحكي لها غزل، او زميلته في الشغل بقمه الادب معها،
او صاحبه بيكون مدلل له ركبته ومدلل له دنيا عند بيته بيعمل الرعب. هذا يؤثر على نفس كم من البنات والابناء في بيوت تحطمت نفسيتهم من وراء هذه الشغله. اتق الله، هذه اماني ايها الاب، اماني في عناق امك ابنك وبنتك وزوجتك في الدار، اماني يجب ان تكون بحقهم يعني قيام حقيقي. هذول بدهم عواطف، بدهم قرب، بدهم كلام، بدهم معايش، بدهم تسمع منهم، تسمع صح. في احيان بدها شده، بدها عقاب، هذا انا لا اختلف فيه، لكن هذا ليس هو الديدن وليس هو الغالب. بدك توسع صدرك صح، اما صعب الدنيا بتخليك تعصب مرات تتحمل بعض، لكن يكون هذا صفه عامه بحيث انه طلعوا بصب هاي البيت ما تشوف ابوها بتصير ترج، بتصير تخاف. هذه علاقه اب مع بنت. وانا بدي اقول للبنت انه في النهايه هذا ابوك بدك تحمليه، بدنا نحاول نغيره في الكلام الهادئ والحوار. انا بدعو برضو شبابنا بناتنا وابنائنا ما تدشوا ابائكم وامهاتكم برضو يتصرفوا هيك على طول، بس ما كل ادبنا معهم. خلينا نقعد مره تنتين ثلاثه بالحديث، ممكن اول شيء ما يسمع لك تقول يا ابوي مش هيك التصرف، ممكن ما يسمع لك ويصيح ويضرب ويسب. المره الثانيه لكن يعرف هو بينه وبين حاله راح يفكر في الموضوع، مره وتنتين وثلاثه واربعه ممكن يوصل لمرحله من التفاهم اللي ممكن احنا نستمر فيه بعد ذلك باذن الله عز وجل. الموضوع صعب لكن بحاجه الى انه نحاول فيه حتى نستقيم حياتنا، واسال الله الاستقرار لاسرنا وبيوتنا انه قريب مجيب الدعاء. في النهايه في الختام لا يسعني الا يعني ان اشكر الجميع، واحنا ان شاء الله عز وجل حلقتنا الاسبوع الجاي راح تكون عن الحسد. هذا موضوع كثير سالنا عنه، كثير الناس مهووسين فيه وكل شيء الان بالحمل على موضوع الحسد. اذا واحدة ما تجوزت محسوده، واذا الواحد وقعت محسوده، واذا الولد مرض محسود، واذا الدار مش عارف شو مالها محسود. اذا احنا كل حياتنا مرتبين على الحسد. الحسد هل هو واقع ولا غير واقع، هل هو حقيقي ولا غير حقيقي؟ اكيد الحسد هو موضوع يعني موجود في الشرع، لكن كم حجمه وكيف يمكن التعامل معه. هذا الاسبوع الجاي راح يكون في ضيفنا ان شاء الله عز وجل الشيخ ابو الارقب اللي تضيفه معنا هنا حتى في في في, في البرنامج ان شاء الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الموضوع. راح نطرح اسئله، ارجو مشاركتكم حتى نقدر نعمم بالفائده قدر ما نستطيع. قبل ان انهي لابد وواجب علي ان اشكر جميع اللي كانوا معنا، الاخوه في طاقم البرنامج، الاخ عبد الله عارف في المتابعه الصوتيه، والاخ خندقجي في متابعه التصوير، الاخ علاء في المتابعه الالكترونيه، وعندنا الاخ براء عمر مخرجنا اللي رجع الحمد لله على سلامتك اخ براء بعد ما سفره على سفره عمل على تركيا كان فيها، فرجع اليوم معنا ليكون معنا في هذا البرنامج وانضم لنا. ايضا لا يسعني الا ان اشكر الاخوه رعاه البرنامج، الله يجزيهم خير بارك الله فيهم، كندا ماركت شهد اخوان الموجود عند الصحه الجنوبيه اقبال الحسبه اللي عند البلديه، حقيقه سوبر ماركت يعني اسعاره مميزه وهو دائما سباق للخير في مثل هذه البرامج. ايضا اشكركم اخوتي واخواتي على حسن استماعكم ومشاهدتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم في هذا البرنامج. منكم واليكم اترككم في رعايه الله، استودعكم الله ذي لا تضيع ودائعه، وانا محدثكم الشيخ عمار مناع، السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله، الى لقاء اخر.